ركنه في عربيتي بشبط، جه واحد على الازاز يخبط بيقول لي انزل لي يا مستعبط، وانزل يا بت انزل يا بت. لسه ماشي معاكم في سلسله الاغاني المخالفه للعقيده او للاخلاق. على اخر اغنيه اتكلمنا عنها تقريبا كلكم طلبتوا مني ان انا اتكلم عن عمر ايدي. الحقيقه ان اي حد اتكلمنا عنه قبل كده تقريبا ليه اغنيه ولا اتنين بالكتير، لكن عمر تقريبا كل اغانيه فيها الفاظ خارجه ومعاني بشعه تتصادم تماما مع الاسلام والاخلاق. يعني الاغنيه واللفظ اللي هو قاله ده معناه ان هو كان مع واحده في العربيه بيعملوا علاقه. الحقيقه مش عارف وصلنا للانحدار ده ازاي. الفاظ جنسيه من الدرجه الاولى شبابنا بيسمعوها وبيدخلوها البيوت. الشخص الفاحش البذيء في كلامه ده من اشر الناس عند الله سبحانه وتعالى. انا مش عارف جماهيره اللي بيحبوه بيسمعوه الناس دول ما درسوش دين وهم صغيرين ابدا. غريب ان التعليقات كلها عليه مدح وثناء وحاجه عظيمه جدا. لما اجي انا احذر من الحاجات دي تلاقي بعض الهجوم على الفيديوهات بتاعتي. ضبط كده اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يا جماعه لما اجي اتكلم عن حد ما تعلقليش وتقول لي يعني انت ماسك في ده وسايب فلان. انا لا اعرف ده ولا اعرف فلان، والحمد لله ان انا ما اعرفهمش. بركه فيكم انتوا اللي بتعرفوني بالناس دي عشان نحذر منهم. اتمنى كلامي يوصل لعمر وياثر فيه عشان يغير طريقته. عدون الكلام ده يوصل عشان نغير زي ما نجحنا قبل كده وناخد الاجر جميعا باذن الله.